أسعد الله صباحكم متابعينا في الأردن، أهلا بكم إلى نشرة الأحوال الجوية. اليوم طبعا الطقس يستقر إثر تقدم تأثير مرتفع جوي على المملكة. درجات الحرارة اليوم ترتفع عما كانت عليه خلال ساعات نهار يوم أمس، ولكنها تبقى ضمن المعدلات المعتادة، وبالتالي الطقس يكون بارد نسبي بوجه عام. درجة الحرارة مثلا اليوم في العاصمة عمان تصل في ساعات النهار إلى حوالي 14 درجة مئوية فقط، وأجواء تقريبا غائمة جزئيا بشكل عام. درجات الحرارة العظمى متوقعة اليوم والصغرى القادمة نبدأها شمالا من إربد 15 إلى 8، جرش 17 إلى 10، المفرق 17 إلى 9، وفي عجلون 14 إلى 7 درجات مئوية. في العاصمة عمان 14 إلى 9، في السلطة 14 إلى 9، في مادبة من 15 إلى 10، في الزرقاء من 18 إلى 11، وفي البحر الميت من 22 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية في الكرك 17 إلى 11، في الطفيلة 16 إلى 10، في معان 21 إلى 9، وفي جبال الشرى من 14 إلى 9 درجات مئوية. أما في خارج العقبة فترتفع العظمى إلى 25 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الصغرى ليلا 16 درجة مئوية. المنطقة الشرقية هناك تكون في رويشد 20 إلى 11 درجة مئوية، في الصفاوي من 19 إلى 11، أما في الأزرق من 21 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تنخفض الصغرى ليلا إلى 11 درجة مئوية. هذا كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.